الاعزام. بصوا يا جماعه ان شاء الله الشرح لما هدي المثل عليه ان شاء الله هتلاقي التطبيق هيبقى سهل جدا. كويس، مين فيكم عمل كورس الاي او اللي شاف البراكتيكلز بتحصل ازاي؟ احنا هنمشي معاكم خطوه خطوه، فما تقلقوش. اولا انسوا خالص الظرف اللي معاكم ده دلوقتي، هنوصل له تمام، فما تشغلش نفسك بيه. ابدا التايمر بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اوكي حلو قوي، يبقى ساعه و10 ماشي حلو. السلام عليكم، انا طبعا غني عن التعريف ما شاء الله. كم جراح هنا يا جماعه بيعمل تمبليتنج قبل التوتال هيب؟ ممكن ترفع ايده. طب كم واحد شاف حد بيعمل التمبليتنج غير انه حضر؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. طب كويس، طب كم واحد ناوي يعمل تمبليتنج بعد المحاضرة دي؟ طب كويس، طب كم واحد بورم ومش هيعمل تمبليتنج؟ بصوا يا جماعة، prior preparation and planning prevents poor performance. البي غير البي، I will prepare my papers. جبت واحدة كلها بالبي، ففعلا prior preparation ايه اللي هيحصل؟ المفصل هيخرج جوه بره. الحقيقه دي السلايد دي من اكستر، انا بيزد البرزنتيشن ده على التعليم اللي اتعلمته في اكستر. هم احسن مكان في العالم بيعملوا سيمنتد ستيمز، واحسن ناس بيعلموا التمبليتنج. يعني اي حد ولد وايد بيعلم بيستمد الكلام ده من اكستر، واكستر اللي مش عارف دي في ساوث ويست اوف يو كي. اوكي، هو بيقدم ولا؟ طيب الليرنينج اوتكمز، احنا ليه يا جماعه بنعمل تمبليتنج اصلا او بلاننج؟ وبعدين هنعرف ازاي. عشان تعمل تمبليتنج لازم تبقى الاشعه اللي قدامك واضحه وصريحه ومعموله صح، لان ما بني على باطل فهو باطل. كويس، بعد كده 6 ستيبس ابروتش. اللي اشتغلوا معايا واللي بيشتغلوا في القصر العيني مع اغلبنا، احنا وي لايك الجوريزم. لازم تمشي في حياتك في الطب يعني بالجوريزم تمشي بيه. كل مره لو انت جيت بدل ما تقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده الصح، احنا هنا بنتعلم الفتاكه والفتش. هعمل 1 3 7 10 اديني تقفيل يا بنتي، بقيت انت الجراح اجمد واحد في الدنيا. فانت سقطت 2 سقطت 5 سقطت، وعشان كده ممكن يحصل مشاكل. فبليز اللي ملوش في بينج سيستماتيك ينسى الوركشوب ويتفضل، مش مهم انه يحضرها. احنا النهارده اتكلمنا كتير على الاوفست، ولا مش هناخد وقت كبير فيها، بس دكتور احمد عزام شرحها كويس جدا. وزي ما شفنا قلنا ان في انواع كتيره من الاوفست. طب احنا ليه جبنا سيره الاوفست يا جماعه؟ عارفين الشكل ده، احنا عارفين ان دي فيمورال هيد عليها فورسز، الفورسز بتاعه البادي ويت، والفورس الثاني الابداكتور فورس، والاجينس ده الناحيه الثانيه الجوينت رياكشن فورس. احنا الكلام ده اتشرح. انهي واحده في دول يا جماعه، انهي قوه دي اللي تمثل الاوفست ولا دي اللي بتمثل الاوفست؟ الله ينور عليك. ودي اسمها الاوفست، اسمها ايه من شرح دكتور احمد عزام؟ الميديا الاوفست. احنا عندنا كام اوفست؟ 3، الميديا الاوفست والفيرتيكال اوفست والانتيريور اوفست اللي هي الفيرج. سلام منور يا سلام، انا عارفك والانتيريور اوفست اللي هي الفيرجن، اللي هي الانتي فيرجن والريترو فيرجن. سلام يا جماعه، اور ديرست كوليج او يعني اخر واحد ينضم لوحده الهب، هو سعيد شويه. كويس، ف دي الميديا الاوفست اللي هي بين ايه برضو للتذكره. شايفين الخط الاحمر ده؟ احنا يا جماعه بنجيب الجيومتريك سنتر اوف ذا فيمورال هيب والاكسس بتاع الاستم تاني بعيد اللي قاله دكتور احمد عزام. فانت لو جبت اللاين ده واللاين ده، المسافه اللي بينهم دي بتمثل الاوفست بتاعه البروثيسس اللي هي كورسبوندنج للاوفست بتاعه الابداكتورز. هي دي اللي تقدر تلعب فيها. انت ما تقدرش يعني، تقدر تحط اوفست كبيره او تقدر تحط اوفست صغيره. تاني واحده الفيرتيكال اوفست او الفيرتيكال هايت اللي هي من نفس الجيومتريك سنتر اوف ذا فيمورال هيد لغايه فيكسد بوينت، اللي هي عاده بتبقى عند ايه؟ عند الليسر تروك تبع البروثيسس. يا دكتور محمود بتبقى ايه؟ مش احنا قلنا في حته بتكورسبوند للبروثيسس بتبقى اسمها كولر، ولو من غير كولر انت بتتبنى نقطه فيكسد كورسبوندنج للبليس بتاع الكولر وتسميها الفيرتيكال هاي. ننسى خالص الفيرتيكال هاي، بس اهم حاجه اوعوا تنسوا دي، لان دي اهم سنجل كومبوننت لازم ترجعه، وهنرجع للهاي بعد شويه.
طب ما نجيب كله طالما الاوفست دي حاجه كويسه ما نصغرها في كل الناس، ما هي لو كبرت هتعمل مشاكل ولو صغرت هتعمل مشاكل. عارف جيت اظبط الجاكيت البنطلون ضرب هتحصل معاك هتحصل. طب ما نصغر كله يا دكتور محمود ايه اللي هيحصل؟ شايفين هنا دي هدي. لو صغرنا الاوفست الميديا الاوفست ايه اللي حصل؟ هتامبنج فتيجي جوه العمليه والله انا عامل مصر زي الفل بس العيان بيجي كل في حاجه هنا الكوره دي بتخبط الجريتر تروكانتر بتخبط فبتعمل امبنجمنت. مش بس كده ده ممكن تخلع يعني العيان يخلع. تخيل يعني عملت كل حاجه صح والاوفست عملتها غلط كل العمليه باظت. بس هتعرفوا ما ينفعش تعمل اي حاجه غلط والاوفست تطلع صح وده اللي هننتهي له. طب طالما الاوفست الصغيره يا دكتور محمود وحشه واثرت الليفر ارم بتاعت الابدكتورز زودت الجوينت اكشن فورس والعيان ممكن يخلع، طب ما نكبرها بقى احسن صح؟ شايفين يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ كتير قوي بنشوف عيان جاي لك بوست اوبراتيف بالتوتال هيب وبعدين يقول لك انا عندي بين هنا. اشعه زي الفل يا عم الحاج انت هنهزر يا عم. وهو فعلا عنده بين من ايه؟ لانك كبرت الاوفست قوي بقت السوفت تيشو تنشن. وكلنا كجراحين قبل ما بنقفل عيان ما بنحبش يبقى العيان تو تايت. ده ما صحيح ما بيبانش الكلام ده في الاكس راي بس احنا بنبقى عارفين بيجي لك يشتكي وات وي كول جريتر تروكانتريك بيرسايتس او تروكانتريك بيرسايتس. ده مش بس كده انت عشان بتسيب العيان تايت قوي بيبقى الافكت على الفيكسيشن سيرفيسز بتبقى بيزيد فممكن اكشوالي بيأثر على الاستابيليتي بتاعت الامبلانت بس مش الهيب وبيعمل ليتر اون وير. يبقى تيك هوم مسج من التو سلايدز دول ايه؟ لا الاوفست الكبيره قوي صح ولا الاوفست الصغيره قوي صح. طب ازاي نظبط الاوفست؟ حاجه تانية الاوفست التانية اللي كان سلامه النجم المرتقب لوحده الهيب قال الفيرجن على مستوى الاسيتابيلم احنا عارفين انا بفكركم بحاجات قتلت بحثا. دي الثيتا انجل اللي هي الاسيتابيلر كومبوننت هيبقى ابدكتد قد ايه؟ 40 45. ونصيحه ايم في الاوبريشن على 40 مش 45 لان ايدنا مش مسطره. طبعا ممكن تستخدم الحاجات اللي بيديها لك الشركه بس ايم على 40 هتلاقي نفسك جايب 45 هتقيم 45 هتلاقي نفسك جايب 50 لانك عمرك ما بتجيبها بالظبط. الانتي فيرجن بيبقى زي ما عزام برضو قال اراوند 15 ديجريز وده الافريج. انما طبعا داز ات فيري يس يعني لو بتعمل لاترال ما تزودش الفيرجن عشان انت ساعتها ممكن هيخلع اللاترال. ازاي؟ لو زودت الانتي فيرجن كويس لانك فاتح لاترال بالعكس فانت تميل انك تحطه 10 15 صح او 10 في البوستيريور حاول تحطه 15 صح او ايفن 20 عشان لو زودت حاجه لو قللت الانتي فيرجن في حاله البوستيريور هيخلع ولا مش هيخلع؟ هيخلع. هو ده بياند السكوب بتاع الليكشر بس انا بفكركم كل ده بيبان لك في التيم بليتنج تمام؟ طيب احنا ليه عمالين بنوجع دماغنا وعامل لها ورك شوب وانتوا جايين ودافعين فلوس وعاملين وبتاع؟ الايم ان احنا عايزين نرجع الاناتوميكال سنتر بتاع الفيمورال هيد اوف روتيشن الاناتوميكال سنتر بتاع الهيب في مكانه. واحنا عندنا تو اناتوميكال سنترز يس الاسيتابيلر والفيمورال هيد زي ما هنشوف. ولازم الاثنين النجاح الحقيقي انك ترجع السنتر اوف روتيشن بتاع الاسيتابيلم يبقى على السنتر اوف روتيشن بتاع الفيمورال هيد وانت بتعمل التمبليتنج. فانت كده نجحت انه ما يحصلش لا خلع ولا يحصل اي حاجه. الكلام واضح لغايه دلوقتي؟ هنشوف. بالمناسبه يا جماعه او سيت ان انجلش بس العربي متهيالي احسن كده صح؟ ولا عايزينها اول انجلش اول ذا تايم؟ عندناش مشكله خالص. سلامه انا هقولها لك انجلش على جنب ما تزعق معلش سامحني كويس. طب انت ما بتعمل كده بترستور سلامه حبيبي يا جماعه بس هو لازم نلطف يعني فيعني معلش انت الضحيه النهارده. الرول الثاني انك ترستور الفيمورال اوفست عن طريق افري سنجل ستيب هنتكلم عليها. والحاجة التانية انك تطلع العيان equal leg length. يعني actually المحاضرة دي في اوروبا والدول المتقدمة بيسموهاش templating بيسموها how to achieve او how to restore the offset والleg length. الoffset عرفنا ليه؟ لانها لو طولت قوي ممكن تأثر negatively ولو قصرت قوي هتأثر negatively. طب ليه leg length؟ leg length اكتر cause للlitigations في امريكا بالمناسبة. يعني كل حوالي من 20 ل 30% من المقاضاة اللي بتحصل برا او القضايا litigations بتبقى بسبب الليج لينث. دايما العيان ممكن ما يحسش لغايه نص سنتي انما اكتر من كده. ودايما انا usually consent my patient وبقول لهم قبلها ده مع الحقيقه في الريفيجن بالذات I might not be able to achieve every single millimeter difference لانه انت كمان عندك contracture. احنا هنا نتكلم على اشعاعات
فلازم وانت بتاكزامن العيان تشوف عنده كام سنتي وانت ايبل ازاي ترجع له كام سنتي وما توعدوش باكتر من كده. لما بتقول له الكلام ده قبل العمليه ما بيتفاجئش بيها بعد العمليه ويتضايق منك، بس الام بتاعنا ان احنا ايه نرجعهم كويس. طب يا دكتور محمود انا هعمل تمبليتنج من انهي ناحيه؟ يعني عندي عيان عنده اي في ان وادفانس ارثرايتس على الرايت، هتمبليت على الرايت لان انا هحط عليه المفصل، صح يا سلامه؟ غلط يا سلام، هنحط على النورمال وننقل النورمال على هنا، لان احنا ما نقدرش على الناحيه الافكتد نعرف فين النورمال سنتر اوف روتيشن بتاع الاسيتابيلم ولا النورمال سنتر اوف روتيشن بتاع الهيد، قد تكون متاكله. طب افرض حضرتك الاثنين متاكلين، هذا بقى ربنا هتحاول تجيب البيست فيت للليس افكتد سايد، دي ملهاش انسر وورلد وايد، حتى في اكسترا كورس كنا بنسال الكلام ده، وهتحاول تعمل اقصى الى جانب انه التمبليتنج ده هتحاول جوه العمليه تبقى واخد بالك انه احتمال الموضوع يبقى بلس ماينس 1. احنا ليه بنعمل تمبليتنج تاني؟ قلنا الكلام ده. طيب انما ليه بقى يا دكتور محمود بيجي لي العيان بره في اوروبا والدول المتقدمه في حاجه اسمها بري اوبراتيف كلينكس اللي هي الاوت بيشنت كلينكس بتاعتنا؟ ما ينفعش العيان يجي يدخل على العمليات على طول، او تقول له لازم تطلب له تحاليل واشعات وكل حاجه. ليه بتعمله تحاليل؟ عشان تشوف ايه المشكله اللي انت عايز تعالجها وتجيب له انهي مفصل. فانت وانت جاي لك في البري اوبراتيف بلاننج بتعمل له التمبليتنج عشان تشوف العيان ده عنده بون ديفيشنسي ولا اكسس، صح؟ افرض العيان ده عنده بون ديفكت في الاستابيلم، ينفع حضروا لي برايمري توتال هيب وخلاص وانت دخلت لا معاك لا فيمورال هيد ولا معاك اي حاجه ولا اوجمنتس حتى، هتعرف تعمل له حاجه؟ فانت من يوميها من اول يوم تكتب كده عندك في العياده، سواء العياده الخارجيه بتاعت المستشفى او عيادتك الخاصه، بتكتب العيان ده عنده بون ديفيشنسي، لا العيان ده عنده بون اكسس. طب الاكسس يفيد في ايه يا دكتور محمود؟ لانك لو ما شلتش الاوستيوفايت زي ما هنشوف او البون اكسس هيحصل امبنجمنت والكاب ممكن يبقى لاترالايزد او غيره. دي اول نقطه. تاني نقطه عايزين نرجع الليج لينث طبعا عشان ما تترفعش علينا قضيه، وفي نفس الوقت عشان ده بيأفكت الفانكشن بتاعت العيان لانه سمبلي هيبقى بيعرج، هيعمل هيحصل ليمبنج. طبعا ليها ميجرز انك تقدر تعلي شو اتسترا، دي بياند ذا سكوب، بس قصدي تاني حاجه ان احنا عايزين نطلع ليج لينث صح. تالت حاجه وانت بتعمل تمبليتنج هتبقى عايز تاني عشان نجيب الاوفست صح، عايز ترجع السي او ار سنتر اوف روتيشن اوف ذا اسيتابيلر كومبوننت، وقلنا اللي عايزين يبقى كوينسلنت معاه سنتر اوف روتيشن اوف ذا فيمورال هيد، يعني الاثنين دول لما نجيبهم لازم يكونوا كوينسلنت او الاثنين على بعض. بعد كده ديتيرمن الاوفست اللي هي ايه اللي قلنا احنا هنا بنتكلم على انهي اوفست؟ الميديا. جدع يا سلام، تخيل 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 السايز اخر حاجه. كلنا معلوماتنا قبل ما نيجي المحاضره دي للي ما حضرهاش قبل كده كان التمبليتنج ده بستفيد في ايه؟ ان انا اقول السايز صح. تخيل ان هو ذا ليست امبورتنت بالمناسبه بقى، طبعا اتس امبورتنت بس شوف ده ايه اخر واحد. شايفين دي الايمز الحقيقيه بتاعه التمبليتنج. نمبر 1 نعرف بون ديفيشنسي او اكسس، نمبر 2 اعرف في ليج لينث ديسكريبنسي، دول كده فدول وات يو هاف جوت كويس اللي هو عندك، دول ما تقدرش تلعب فيهم صح. طيب استابليش سنتر اوف روتيشن بتاع الاسيتابيلر كومبوننت واستابليش سنتر اوف روتيشن، كل ده وانا بشوف الاشعه، والديتيرمن الاوفست والديتيرمن ستيم سايز، الاربع نقط دول اللي تقدر تلعب فيهم كويس. طيب انت ليه مهم الكلام ده انك تعمله؟ عشان تعرف السايز قلنا وتبقى طالب من الشركه. انما افرض على حظك جاي لك عيان اسيتابيلم، لو انت مش عامل تمبليتنج ومش محضر عندك عيان انا اسف ديسبلاستيك اسيتابيلم وما عندكش الكومبوننت زي ما شفنا، هينفع تعمله؟ لا هتفشل لا قدر الله. عنده فيمورال بو عشان كده لازم تشوف لاترال اكس راي كويسه، عنده الكاب بوزيشن عايز تبقى عارف هتحطه فين بالظبط، بالذات لو كان عنده بروتروزيو زي ما هنشوف، فانت لازم تبقى عامل تمبليتنج. طب يا دكتور محمود لو ما عملتش ذاتس وات ذي كول ان يو كي You are a killer if you don't do templating. Okay? ليه؟ لأنك حضرتك هتحط الكب أو الكومبوننت مال بوزيشن، فده هيعمل اكسسيف وير، ممكن يعمل ديسلوكيشن زي ما شفنا لو زودت الأوفست قوي، لو قللتها قوي، فيلير أوف فيكسيشن لو زودت الأوفست قوي عشان هيبقى الستريسز نازلة على السمنت أو الفيكسيشن سيرفيسز تو ذا بون عالية، ممكن يحصل ليج لينث ديسكريبنسي وتكمل بقى يا سلامة وتدخل السجن ونخلص بقى من القصة دي لا قدر الله. كل ده بيودي فمش السجن undesirable outcome. مهم قوي برضو beyond the scope انك history and physical examination مهم جدا. العيان ده يعني ايه يا دكتور محمود history؟ يعني افرض العيان ده عنده neurological disorder، فانت هتبقى عارف ان من ضمن التمبليتنج انك احتمال تحتاج له constrained، او دلوقتي بنستخدم حاجه اسمها dual mobility
فانت الشركه لو مش جايبه لك الدول موبيليتي وده مش معاك هيبقى مشكله. فيزيكال اكزامينشن عشان افرض العيان العيان مش اشعه يعني ما فيش نايب ان شاء الله كلكم هتبقوا استشاريين عن قريب ومدرسين وزعماء الجراحين هيبعت لك حد اشعه حضروا الكذا ويجي يوميها يخرب بيتك هتقول للنايب كده بتاعك ده العيان عنده فليكشن ديفورميتي ولاف والحقيقه مش يخرب بيته هو يخرب بيت حضرتك حضرتك لازم تقول له انا لازم اشوف العيان قبلها او يديك كل الداتا عنه وتبقى ضامن لان المسؤوليه في الاخر تقع على حضرتك مش مسؤوليه النايب. And that's why we have to do this exercise. Radiographic technique. دكتور محمود هل اي اشعه اشوفها او اشعه اشوفها مقبوله؟ الاجابه لا. احنا انهي اشعه محتاجينها نعملها؟ Pelvis AP صح؟ مش صح. سلامه بنعمل ايه؟ هيب. احنا الام بتاعنا احنا نجيب بوث هيبس بس البلفس اي بي بتاع البلفس او الاسيتابلر فراكشر لازم بنشوف ايه يا جماعه؟ حد شايف هنا السوبير بارت بتاع السكرم؟ مفيش. حد شايف الاليوم من فوق؟ مفيش. ينفع كومنت على دي على فراكشر بلفس؟ ما ينفعش. انما دي ايه اللي يميزها؟ شايفين انا عشان اجيب من تحت لازم اشوف الهول لينث بتاع البروكسيمال هاف اوف ذا فيمر فعشان كده بيسموها يس انتروبوسير فيو اوف بوث هيبس او بلفس بس لازم وانا بطلب عشان كده عشان طبعا عندنا التكنيشنز العظماء بتوعنا لازم تقول لهم لازم ابقى شايف البروكسيمال هاف اوف ذا. طب افرض حضرتك هتعمل لونج ستيم قديمه لازم تجيب سيبريتلي ذا هول فيمر عشان تقدر تعرف انت هتوصل لغايه فين وتعدي الكلام ده. طيب يا دكتور محمود هل الروتيشن هيفرق معايا؟ يعني هل الكلام ده هل الاشعه دي لازم العين يبقى ويل سنترلايز وبنعرف الكلام ده ازاي؟ هنعرف حالا. عشان تعرف ان العيان ده مش روتيتد دي اشعه حبيت كلوز يعني فوكست عليها بتبص على الاوبتيريتور فورم الناحيه دي وتبص على الاوبتيريتور فورم الناحيه دي لو هما سيمتريكال يبقى العيان ده مش لافف لان العيان لافف اي اشعه هتجي لك روتيتد وانت عايز تعمل تمبليتنج كله باظ ما ينفعش يعني تعملها على اشعه ويل سنترلايز بيشن وما يكونش فيه روتيشن فانت تعرف منين من الاوبتيريتور فورامنا. طب تعرف ازاي تاني؟ شايفين السكرم الميد لاين لازم يكون ماشي مع السيمفسس بيوبس ويكون دايما المسافه دي ما تزيدش عن 3 لـ 4.5 سم بتفرق من الستات للرجاله بينها وبين وات وي كول السيكلوكوكسيديال جوينت بس اني anyway, واي للتسهيل. طب دي تفرق فيها دكتور محمود دي مش هتقابلها كتير بس لو عيان عنده مشكله في الظهر وعنده او عنده هو انتي فيرجن للحوض او انتي تورشن او ريترو فيرجن للحوض نفسه يعني الحوض نفسه فيه ساجيتال فورم اوف روتيشن ايه اللي هيحصل؟ هيبقى resulting in rotation of the whole pelvis فلازم تبقوا واخدين بالكم. تاني هبص على يا دكتور محمود هبص على الاوبتيريتور فورم من هنا وهنا وابص على نص اللاين اللي ماشي through the symphysis pubis through the sacrum ده للتسهيل ودي 3 سنتي وال 4.5 ده بيجيبه ازاي؟ دكتور محمود هنصور عين عادي pelvis AP ايه التركه اللي احنا بنطلبها حتى في الفراكشر نيكو فيمر؟ ايه يا سلامه؟ 15 degrees of internal rotation شايفين يا جماعه العيان بيبقى نايم وبتطلب منه لو سمحت عايز حضرتك تعمل كده 15 degrees of internal rotation on both sides لان دي لو ما عملتهاش تخيل هتبقى مشكله انت لما بتعمل كده بتشوف the whole length of the neck of the femur اوكي ولو ما عملتش كده هيبقى في rotation في ناحيه. طب اقدر اعرف ازاي يا دكتور محمود؟ عن طريق ان انت بتشوف الامننس بتاع الليسر تروكانتر انا حاولت اشوف لكم صوره غير دي بتوضح بس دي صوره هايله هي مش باينه يمكن شويه شايفين هنا يا جماعه لما عملت 15 ديجريز اوف انترنال روتيشن قادر اشوف قد ايه من النك اند اون شايفين هنا مع الليسر ديجري اوف انترنال روتيشن ايه اللي حصل دي اقصر هل دي الطبيعي؟ لا شايفين الاوفست هنا هتبقى قد ايه والاوفست هنا هتبقى قد ايه فتخيلوا ان انا عمال بحسب يعني انا عملت تمبليتنج وعملت اللي عليا بس انا عملت من غلط وما بني على باطل فهو باطل شايفين يا جماعه الليسر تروكانتر هنا تحس الليسر تروكانتر مور بروميننت وده انديكيتنج انه الروتيشن هنا يعني حجم الليسر هنا غير حجم الليسر هنا حجم المظله هنا غير حجم المظله هنا تخيل ايه اللي هيحصل هتلاقي نفسك المسافه دي كلها فهتجيب لها كنت هتختار الستيم ده او الاوفست دي وتخيل المسافه دي عشان اقل هتختار لها ايه فانت يو هاف تو ميك شور ان العيان عامل 15 ديجريز اوف انترنال روتيشن اون ايتش سايد وان البلفس العيان از ويل سنترلايزد البلفس از سنترال لاين ان ذا ميد لاين اوف ذا سيكرم ان لاين وذ ذا سيمسز بيوبس تمام خلاص يا سلامه يبقى هنعمل انتروبوسير فيو وذ ذا ليج انترنال روتيتد 15 ديجريز طب يا دكتور محمود لو لقينا العيان كده لا هنعرف نعمل تمبليتنج قوي تعرف بس هتكون عارف ان الموضوع ده تقريبيا انما في مشكله ثانيه شايفين الليسر تروكانتر على الناحيتين يا دكتور محمود بروميننت ازاي
عارفين ليه؟ العند عنده contracture كده. فعشان كده في الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن هتعرف انه وانت بتعمل تمبليتنج السايز ممكن يبقى فيه مشكله. طب نعمل ايه يا دكتور محمود وانت بتعمل سيمنتلس انتر اوبراتيف؟ ودي ان ذا بيست هاند. انا شخصيا انا اعوذ بالله انا اكون من الجاهلين، انا مش بيست هاند بس حطيت ساعات ستيم بيبقى اصغر، ايوه، واكتشفت مع الوقت انه عشان ما كنتش عامل بري اوبراتيف تمبليتنج وبيدخل بلاقي الكانال سكليروتك. طب ايه الحل ساعتها؟ اجيب اكس راي. مش عيب ابدا ولا حرام انك تطلب انترا اوبراتيفلي على برايمري برايمري توتال هيب اكس راي. هيقولوا على الدكتور محمود ما بيعرفش، مش مهم اللي يقولوا، المهم تعمل حاجه صح، بالذات في الحالات اللي زي دي، لان حتى التمبلت والبلاننج بتاعك ممكن يبقى غلط، بالذات العين عامل كده فمش هيقدر. هتوديه للبتاع الاشعه لو سمحت اعمل له ان 15 ديجريز، هيرجع يقول لك حضرتك هو ما بيعملش 15 ديجريز. فذاتس واي يو هاف تو اكزامين ذا بيشنت يور سيلف. لا، انت القصه كلها اذا كان كونتراكتشر مش هتغير في حاجه، مش هتغير. انت عايز تشوف النك اند اون، علاقه النك ساعتها هتجيب اوبتيريتور فيو، مش هيبقى اي بي فيو. ما انت لو تلتت ناحيه الناحيه الثانيه هتبقى تلتت، صح؟ بالظبط. هو الحقيقه مع الكونتراكتشر يو مايت نوت بي ايبل تو دو ذات، الا لو هتقلب ال الرجل كلها بقى، يبقى مش زي ما بنعمل بنحط هنا وجه، ممكن كله. انا ما جربتهاش بس يعني ممكن ثيوريتيكلي. طبعا احنا ده احنا النهارده بس احنا مش بنبلان بس تاني من السي تي، فالسي تي ده عشان تعرف حاجات تانيه، انما البلاننج من الاكس راي. اوكي طيب، لاترال فيو كليه بنجيب اللاترال فيو ازاي؟ لازم تعمل فروج لاترال فيو او لوفينشتاين او لوينشتاين. احمد هو ده الماني لوينشتاين؟ بتنطقها ازاي؟ لوفينشتاين، لاونشتاين. Our dearest colleague أحمد أستاذ مساعد معنا في الاسم وفي ألمانيا، ربنا يكرمه يا رب. فلوفينشتاين as he said بتعمل الرجل حوالي 45 degrees abduction وتتني الركبة وتحطها على الناحية التانية وتبقى حوالي 15 درجة من فوق، كويس؟ وبيجي لك ده مهم يا دكتور محمود في التمبليتنج اللاترال. تخيل شايفين الحتة اللي قدام يا جماعة، ادي الانتيريور اسف بتاع النك وادي البوستير اسف بتاع النك. اللي بيحصل ايه لو احنا مش واخدين بالنا وكتير قوي بتيجي تعمل انتري بوينت وانت داخل بتبقى ليتل بيت انتيريور، شايفين ايه اللي بيحصل؟ هتيجي من فرونت تو باك، اللي كان برضو عزام بيقوله. فالستيم كده مش داخل ستريت. انا شخصيا عملت ستيم زي ده، مين تاني عمل ستيم زي ده قبل كده؟ يرفع ايده، كويس. انت قال لي ان يور تريننج لو ما كانش حد هيقول لك الكلام ده وتركز فيه هتلاقي الستيم عامل كده ان ذا بيست هاند لو هو مش واخد باله، فانت لازم تاخد بالك. انما شايفين يا جماعه عشان تبقى ان لاين وذ ذا اكسس، لو رجعت لورا بايدك وده البروبر انتري بوينت بتاع البايريفورمس اللي حاصل هتقدر تحط. طب ما نحطه كده يا دكتور محمود وبيعيش، بيعيش وما بيموتوش وزي الفل. بس شايفين لو ده سمنتد هتلاقي السمنت مانتل هنا كتير وهنا كتير وهنا مفيش وهنا مفيش، ولو سمنتلس لا قدر الله وتعافيت عليها ايه اللي هيحصل؟ هتكسر هنا، صح يا سلامه؟ هيقول لك مع السلامه يا سلامه في ساعتها، كويس. فانت كمان غير انك بتعرف البروبر سايز، انت عشان تعمل السمنتنج تكنيك صح وتوسطا تخلي المفصل بتاعك سنترال، لو ما قدرتش تشوف الكلام ده في اللاترال فيو انت هتبقى مشكله. ببص على الاشعه تاني، هنعيد هنشوف السيمتري بتاع الاوبتيريتور فورامن، كويس، الناحيتين، وبعدين هتشوف اللاين اللي قلنا عليه في وسط السكر. طب دول يا دكتور محمود خلصنا منهم وعارفينهم، والمسافه اللي قلنا عليها للسكر كوكسيجيال جوينت والكلام ده كله. في لاند ماركس لازم تحفظها صم وتاخد بالك منها، دي اسمها ايه؟ سلامه، الروف اوف ذا اسيتابيلا، ناحيتين ترسمهم، وده اللي احنا هنعمله في التمبليتنج. دي اسمها ايه؟ التير دروب. التير دروب دي تمثل ايه يا سلامه؟ ذا ميديال وول اوف ذا او الفلور بتاع الاسفنج. عارفين لما نيجي تعمل توتال هيب فمش بتشوف الحته السكليروتك البيضه دي اسمها ايه؟ الوول بتاعت او الفلور بتاعت الاسفنج. دي اللي كورسبوندينج تو وات؟ ذا تير دروب، كويس. ايه تاني لاند ماركس؟ الجريتر تروكانتر عارفينها، الليسر، وطبعا المضله. انما الاثنين اللي انا عايز اقول عليهم الروف شفناها والتير دروب. اللاين ده اسمه ايه يا سلامه؟ في لاين كده يا جماعه في الفراكشر اسام بنسميه اليوبيكتينيال لاين، ده مش عايزينه ننساه النهارده. في لاين تاني اسمه اللي نازل كده لو بيمثل اسمه ايه؟ اليو اسكا لاين او كولر لاين، كولر او كولر لاين، اوكي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. فتلاتة لاينز مهمين جدا وانت بتعمل التمبليتنج عشان الاستابيلم، الروف تبقى شايفها كويس والاند بتاعتها، وتبقى شايف فين البروبر روف بتنتهي او اذا كان في اوستيوفايت بره، تاني حاجه تير دروب، تالت حاجه الاليو اسكال لاين او الكولر لاين. تمام؟
امال ايه يا دكتور محمود؟ ده ماجنيفيكيشن ماركر بتبقى حاطه عشان تقدر تحسب عليه الماجنيفيكيشن. اوكي، بيبقى مثلا شيلن 10 اي حاجه انت عارف الدايمتر بتاعها قد ايه او الطول بتاعها قد ايه، وتقدر تقول اذا كانت تي طالعه 2 سنتي وعلى الاشعه طالعه 4 سنتي يبقى دي الضعف. حاجه ريفرنس بوينت بره بيبقى في حاجه اسمها بليكسي جلاس، كان بيبقى زي البلاستيك كده بيتحط وبيبقى عام. طيب عشان الوقت احنا هنعمل التمبليتنج ازاي يا دكتور محمود؟ سلامه، احنا كنا ايه الايم بتاع التمبليتنج؟ اول حاجه اعرف ايه في اكسس بون او ديفيشنت بون، تاني حاجه تاج تاجي ليج لينث. طيب تالت حاجه باشا سنتر اوف روتيشن اوف اني واحد استابيلم. رابع حاجه، خامس حاجه، اهم حاجه الاوفست. جدع يا سلامه. سادس حاجه سايز. تخيلوا هم دول السته ستيبس. نمبر 1 هت بريدكت بون ديفيشنسي او اكسس، نمبر 2 ريستوريشن اوف ليج لينث، نمبر 3 سنتر اوف روتيشن اوف استابيلم اللي هو الايمز بتاعتنا، هم دول اللي انت هتمشي عليهم الخطوات بالظبط. نمبر 4 فيمورال هيد سنتر اوف روتيشن، وبعدين ديتيرمين الاوفست. وبليز بلاش ديترماين، كل الناس بتقولها هي ديترمين ذا اوفست اند ديترمين ذا ستيم سايز. ده البلاننج بتاع اكستر. شفنا الاشعه جميله، نمبر 1 قبل ما نمشي السته ستيب ان انت لازم تميك شور ان الاشعه سنترلايزد. مبسوط يا سلامه منها مور اور ليس. بصيت اهو لقيت الاوبتيريتور مور اور ليس زي بعض، طبعا السنتر ماشي مع الميد لاين. اول حاجه عايزين نجيبها يا سلامه ايه؟ اكسس بون او ديفيشنسي، صح؟ بتجيبها ازاي؟ شايف كلوزر فيو، هل حد شايف هو في نارنج اوف ذا جوينت سبيس بس هل في ديفيشنسي قوي؟ لا، احنا مختارين حاله سهله الحقيقه، دي حاله اكستر ومن الويب سايت بتاعهم، وفي هنا وات لوكس لايك اوستيوفايت، ودي لازم تبقى واخد بالك. وعشان كده كبرت عشان جوه العمليه تبقى عارف انك اول ما هتيجي تريم الميديال وول او تشيلها بكبنر جاوج او حاجه تبقى واخد بالك انك يو هاف تو ريموف ذس اوستيوفايت عشان ما تبقاش لاترال. تاني حاجه بتحدد الليفل بتاعك عشان تجيب الليج لينث، بتيجي تختار نقطه ثابته اللي هي عند الابر بوردر بتاع الليسر تروكانتر، ولما نيجي على التكنيك بتاعنا هنرسم نفس القصه. فتيجي الليسر تروكانتر هنا والليسر تروكانتر هنا، تعمل عندهم علامه او خط، بعد كده تعمل خط. الخط ده فين الريفرنس بتاعنا؟ فاكرين لما قلنا تير دروب في لاين اسمه الانتر تير دروب؟ طب ليه يا دكتور محمود في كتب بتقول عند الايسكيال لاين؟ لان الموست كونسيستنت بوينت اللي ممكن ما تكونش روتيتد هي ايه؟ التير دروب. فانا عشان فيها تلاقي ناس ممكن يا دكتور محمود نرسم هنا لاين عند الايسكيم، ايوه ينفع، بس الموكس فيكسد بوينت وما بتتاثرش بالديفيشنسي او بالروتيشن في اغلب الاحوال، اغلب الاحوال هي بتبقى الانتر تير دروب لاين. يبقى احنا اول حاجه رسمنا لاين على او رسمه عند الابر بوردر بتاع الليسر تروكانتر هنا والليسر تروكانتر هنا، وجينا على الانتر تير دروب لاين عملنا ما بينه خط، كويس؟ طيب ايه الخط الفوقاني ده؟ فاكرين يا جماعه معانا الروف؟ هنمشي فيه الروف هنا والروف هنا، كويس؟ تمام؟ يبقى تاني عندنا لاين عند الليسر تروكانتر، لاين على الانتر تير دروب لاين، وبعدين لاين عند الروف. عايزين نعرف في ديفيشنسي فوق ولا؟ احنا عارفين ان دي ما فيهاش ديفيشنسي قوي في الاستابلم، صح؟ نقدر نثبت ازاي؟ عملت اللاين عند الاستابل الروف هنا والاستابل الروف هنا والانتر تير دروب لاين، قيس البربنديكولار ده والبربنديكولار ده، لو في اي ديفيشنسي يبقى في ايه؟ ديفيشنسي من فوق او الهيد بروكسيمالي مايجريتد او الهيد كولابس او وات ايفر، صح؟ جميل؟ تمام؟ بس دي ساعتها مش الهيد اللي كولابس، هتبقى الاستابيلم هي اللي فيها ديفكت. تاني يا جماعه، اول حاجه لازم نشوف، احنا قلنا لازم نشوف ليج لينث قبلها اكسس بون او ديفيشنسي. احنا عارفين الحاله دي سهله وما فيهاش، طب تعرف ازاي اذا كان فيها؟ غير انك انت علمت الليستر تروكانتر، دول هنجي لهم بعدين. انتر تير دروب لاين ولاين الونج ذا روف اون بوث سايدز، ترسم البربنديكولار ده والبربنديكولار ده، لو هم قد بعض هل في ديفيشنسي في الاستابيلم؟ لانك انت جايب الريفرنس منين؟ من الروف اوف ذا استابل. اتفهمت؟ كويس، لما نطبق هنفهم اكتر. طب يا دكتور محمود عايزين حاله يبقى فيها ديفيشنسي، او عايزين هل دي فيها بالمناسبه هيد وفيها اسيتابيلم، هل الروف بتاعت الاستابيلم عند الليفل ده؟ صح؟ فيها تآكل. نعرف ازاي؟ هنرسم صديقنا عند الليسر مور ليس، يعني عند لاين الونج دي ليسر الانتر تير دروب لاين، لاين تاني عند السوبر لاترال مارجن او بتاعت الروف الناحيه دي. شايفين يا جماعه هنا الروف فين؟ فانت لو مش عامل الكلام ده في حسابك ممكن واحد يدخل يعمل دي برايمري على طول، صح؟ طبعا في حاجه اسمها جامبو كابس، دي قصه ثانيه خالص نبعد عنها، احنا مش في ريفيجن دلوقتي، انما دلوقتي احنا قدرنا نعرف انه شايفين يا جماعه الروف بتاعت الناحيه الثانيه فين؟ شايفين الاستابيلم مسؤول عن قد ايه؟ لو ما حدش عمل بلاننج ده كان هياخد باله من القصه دي وهيدخل هيحط لها احلى مفصل ويبقى عالي فوق وتسلم ايدك،
بس الحقيقه الحقيقه احنا عايزين نخرج من هنا عارفين ان كان فيها مشكله واحنا ما اكتشفناهاش. ريستوريشن اوف ليج لينث ازاي؟ فاكرين صديقتنا اللي حطيناها هنا؟ تمام. طب عايزين نعرف بقى الليج لينث مش الاستابيولا المسؤوله ازاي؟ هنجيب برضو تير دروب زي ما كنا بناخد لل ان ريليشن للروف اوف ذا استابلم، هناخدها ان ريليشن اوف ده ليسر تروكانتر، وتاني نقيس من هنا ونقيس من هنا لو قد بعض يبقى مفيش ليج لينث ديسكريبنسي. وفعلا الحاله دي ما فيهاش قوي غير حاجه بسيطه اللي هي النارونج اوف ذا جوينت سبيس. فانت مور اور ليس هيكون في 2 ملي، صدقني انت لو عملت اي حاله اقل من 5 ملي شكرا. احنا بنقيم انها تبقى قدها بالظبط، بس واتس منشن ان ذا ستاديز 4 5 ملي العيان اصلا ما بياخدش باله. اوكي طبعا في حاجات تانية بس بياند سكوب عشان الوقت، انك ممكن تستخدم بتحط فيكسد بوينت في الاستابيلم وتقيس بخيط في الاول او بجهاز زي ده او تريجر، وبعدين بتشوف انا قبل الحاله كنت عايز في سنتي ديفرنس بين الاثنين، فانا استم من فوق الاستابيلم لغايه جريتر تروكانتر مثلا كانوا 3 سنتي، يبقى انا عايز بعد ما اعوض السنتي اوصل لكام سنتي بالفتله؟ 4 سنتي. اوكي طيب استابليش اوف سنتر اوف روتيشن استابيلر كومبوننت. فاكرين الثلاثه بوينتس اللي قلناهم؟ قلنا ايه؟ التير دروب ادي اول نقطه، تاني نقطه مش نقطه هي خط الكولر لاين او الاليو اسكال لاين، تالت نقطه كانت ايه؟ الروف بتاعه الاستابيلا. شايفين يا جماعه معايا؟ يبقى تاني عندنا التير دروب دي نقطه، تاني نقطه على خط الكولر لاين اللي قلناه، تالت نقطه ايه؟ الروف بتاعه الاستابيلا بس السوبرو لاترال بارت مش الحته دي لان في اوستيوفايت. التلات نقط دول بستخدمهم ايه؟ شايفين وضع الكاب يا جماعه؟ التير دروب لاين دي بتمثل لي هاو فيرتيكال او بروكسيمال او ديستال انا المفروض احط الكب، مفروض الانفيريور بوردر اوف ذا كب عشان احطه صح وابقى مبسوط ينتهي بان انا ماشي ان لاين مع ايه؟ مع تير دروب. جوه العمليه دي اعرفها بايه؟ تكه ترانسفيرس استابيلر ليجمنت او الانفيريور مارجن اوف ذا استابيلر. كويس؟ طب الكولر لاين ده اللي هو الانسرشن ديبث، هاو ديب اي شود بوت ماي كب، فلازم يبقى ان لاين. وعشان كده لو في فلور اوسيوفايت وانت ما خدتهاش في الاول بكبنر جاوج او بريمر عمودي، بس اوعى تجيب البلادر وتخرم الفلور عشان تشيل الفلور اوسيوفايت. تالت نقطه اون ذا سوبرلاترال مارجن اوف ذا اسيتابيلم، ودي بتمثل كل اللي يمثل بعدها ده اوسيوفايت، فانت لازم تحط الكاب كده. الكاب لازم يبقى ويل كفرد، ايوه يا ريت يبقى بالظبط لا هو بره ولا هو جوه. في اقوال بتقول انه اكسبتد اب تو 20%، بس تاني خلينا ايه في الستريت فورورد كيسز، فانت عايز تخلي الكاب والكفرد بالثلاث نقط دول. فاحنا واحنا بنعمل اكسرسايز هنعمل الثلاثه بوينتس دول، البوينت اللي عند التير دروب، البوينت اللي على اللاين بتاع الكولر لاين، وثالث نقطه اللي هي على السوبرلاترال مارجن اوف ذا ترو اسيتابيلم اوف ذا ترو روف اوف ذا اسيتابيلم. اوكي اهو حط الكاب، هتبدا تجيب بقى الكاب اللي هو 44 46 48، شايفين هو مستخدم ايه؟ واصل هنا واصل هنا. طبعا ده سيمنتد، نسيت اقول حاجه، انت بتبقى ان لاين مع الاستابيلم مع الكولر لاين، ده لو هتعمل سيمنتلس، انما لو هتعمل سيمنتد هو اوريدي التمبلتس هيبقى فيه البزابيز دي، عارفين البروزات والمناور هي دي اللي كانت بتتقال الصبح الاسبيريتيز، هنا دي السيمنت بيتس، فانت لازم دي اعتبر ان اللاين ده هو ده اللي انت عايز يبقى ماشي. والسيمنت بيتس دي بيسموها بيتس ليه؟ لان ده المكان اللي متساب الامبلانت معمول فيه حساب السيمنت مانتل عشان تطلع ايكواتوريال سيرفيس وقد بعض بالظبط. ما عجبهوش ال 48 او عجبه ال 48 اوكي؟ فعجبنا ال 48، لو رجعنا واحده كده هتشوف اهو ان لاين مع اللور بوردر بتاعه اللور بوينت بتاعه التير دروب، هنا شايفين اللاين بتاع السيمنت مانتل ماشي مع الكولر لاين، هنا قافله بالظبط مع السوبر لاترال مارجن اوف ذا روف اوف ذا استابيلم، فشكل الكاب ده كويس. نسيت اقول لكم حاجه، طبعا احنا عارفين مش لازم يطلع نفسه، بس الاحسن لو انت عامل بروبر تمبليتنج انه يطلع نفس السايز. اوكي طيب، وبعدين هيقوم حاطط نقطه زي ما انتم شايفين في السنتر بيبقى في خرم، انتوا هيبقوا معاكم دبابيس عشان نخرم ونحط بيها. جابوا لكم دبابيس؟ هنخليهم يجيبوا. كويس، ادي ده السنتر اوف روتيشن اوف ذا استابيلا، ده اللي جبناه. طب افرض بروتروزيو، دي هيكلمنا عليها ان شاء الله محاضره ثالث يوم دكتور فادي، لو جه حد يحط الكاب جوه هل ده الكوهلر لاين يا جماعه؟ لا، فساعتها لو حطيناها لقينا دخلنا بالبروتروزيو، فعشان كده الكوهلر لاين الرمين بتاعته هي، عشان كده الكاب المفروض يتعمل. امال حرتك دي يتعمل فيها ايه؟ جرافتنج، او يبقى ليها طريقه تريتمنت. انما لو جراح دخل بده وحط كمان كمل على البروتروزيو ووافق عليها يبقى ده الغلط، انت لازم ساعتها تبني الديفيشنت بروتروزيو بارت، ودي هيبقى اتكلمنا عليها دكتور فادي. بس شفت قيمه الكولر لاين مهم جدا. طيب
بعد كده عملنا الاستيريو، بندخل على الفيمورال هيد. الفيمورال هيد هتديترمن الاوفست ازاي؟ هتيجي تشوف هتلاقي في كل استيم يا جماعه في كذا مقاس، في حاجه اسمها مثلا في الاكستر او في واتيفر اللي انت بتستخدمه، في حاجه اسمها 35، في حاجه اسمها 37.5، في حاجه اسمها 44، في حاجه اسمها كل واحد من دول الشركه هتلاقيه بتديك صف تمبلتس مدين لكم منه اكزامبل. فانت تيجي تستخدم، هتستخدم ده، هتحط اول حاجه مثلا اي سايز عجبك، وهتلاقي سنتر اوف روتيشن، هتلاقي خرم برضو. انت عايز لما تحط ده ويبقى ويل سيتد وفيتنج هنا وكل الكرايتيريا متحققه، تلاقي النقطه دي على النقطه دي. هل النقطه دي قريبه قوي النقطه دي؟ بعيده. فتشوف واحد تاني، فلما نجرب واحد تاني هتلاقي النقطتين جم على بعض، يبقى هو ده اللي هتستخدمه. معناها دكتور محمود ان انا هقعد استخدم 1 2 3 4؟ ايوه، وده اللي انت بتعمله جوه العمليه. مش انت بتبدا بروتشنج وبعد كده ريمنج، ريمنج وبعدين بروتشنج من مثلا 8 9 10؟ هو ده اللي انت بتستخدمه بالظبط. تبدا تجيب واحد، ولما ايدك تمشي في التمبليتنج تقول ايه بالوايم كده شكل 4، فتقوم جايب الاربعة يطلع لا 3، لا يطلع 5. اوكي، طب بنعمل الحركه دي ازاي؟ حطينا النقطه والنقطه. طب يا دكتور محمود استنى عليا، ما انت اهو الستيم ده الاوفست بتاعته كويسه قوي، او اللي انا اخترته السنتر ده، بس شايفين يا جماعه ده سيمنتد. سيمنتد يا جماعه في التمبليتنج زي ما شفنا على الاستابلر سايد، لازم تسيب حته للسيمنت مانتل. هل في هنا حته متسابه للسيمنت مانتل؟ فمعناها ان انا هكسر العظمه لان لسه لما احط. فده معناه الاوفست حلوه جدا بس الستيم كبير. فاكرين برضو تاني مثلا اللي كل مره بنقوله، جيت اظبط الجاكيته البنطلون ضرب، نفس القصه. فانت لازم ترجع، طب تعالى بقى نقلل السايز ونشوف. عشان كده at this point انت حددت خلاص الاوفست، بس تقدر تحدد اخر حاجه ايه؟ الستيم سايز. تاني يا جماعه، يبقى انت جبت اول حاجه ايه؟ سنتر اوف روتيشن اوف ذا استابيلم، كويس. بعدها عرفنا خلاص سنتر اوف روتيشن وعلمتها. بعدها انت عايز تجيب مع بعض سنتر اوف روتيشن اوف ذا فيمورال هيد ومعاه بتحدد الاوفست. فانت هتاخد الاوفسيتس المختلفه بتاعت المفاصل اللي بيديها لك الشركه، وتشوف دي واحده مثلا الاوفست كانت صغيره، استخدمنا الاوفست الاكبر، دي كانت بعيده، يعني السنتر هنا مش هيجي على السنتر هنا، نحاول الاكبر، لقيناهم جم على بعض او قريبين قوي من بعض، كويس. بس لقينا الستيم سايز كبير، فساعتها هتديترمن الستيم سايز الاصغر. وبتعرفوا ازاي؟ انك تبدا تاخد الاصغر. هنا ليه ده مش عاجبنا؟ شايفين يا جماعه ده ان لاين، يعني ده لو سيمنتلس كان يبقى ماشي، بالعكس ده حتى كبير، لانك احتمال تضطر تشيل حته من العظم هنا. انت في سيمنتلس يا جماعه يو هاف تو بريزرف بارت اوف ذا سب كوندرال بون، زي ما قلنا مش تشيله وتبقى على الكورتكس، ده غلط هتكسر. انما السيمنتد لازم تسيب. هتلاقي السيمنتد امبلانت التمبلت بتاعتها هتلاقيه حاطط لك هنا علامه، العلامه دي ايه براها؟ اللي هي بتاعه السيمنت مانتل، اللي هي اون افريج اباوت 2 تو 3 ملم، ايديالي 2 ملم سيمنت مانتل. اوكي، فتبدا تستخدم. لقينا في الاخر يا دكتور محمود ده ماشي معانا، الاوفست مش بالظبط قوي جنبه، بس ذس از اكسبتد. هل لازم في الاخر نجيب دي على دي؟ لا، هو في الاخر جوه العمليه هتجيب على دي، بس وانت بتعمل تمبليتنج هتلاقي هنا دواير على حسب النوع اللي انت بتستخدمه. فممكن تقول اه يبقى انا عايز دايره لو في ما بينهم وبين بعض 2 ملي، يبقى انا هستخدم البلس هيد. مين منكم دخل توتال هيد؟ مش بتلاقي جايب لك الشركه شورت وميديوم ولونج، او ستاندرد ونيجت وماينس وبلس؟ هي دي اللي جوه العمليه بتقول اه الاوفست، وانا بحسبها مش الاوفست، النقطه بتاعه السنتر اوف روتيشن اوف ذا فيمورال هيد كانت تحت 2 ملي او اعلى 2 ملي. فانت ساعتها هتبقى محتاج ايه؟ تعوض ال 2 ملي دول وتلعب بيهم بايه؟ بالنيكلين. وهنشوف في الاكسرسايز ان شاء الله. فشايفين يا جماعه انتهيت ان هم بعاد عن بعض، فانا هبقى جوه العمليه عارف ان انا احتمال احتاج واحده اكبر اللي هي حوالي كام؟ 4 ملي او 3 ملي. عشان نتفق، زي ما تشوف في البلاي جراوند عاده الشركه بتبقى جايبه لك الهيدز كالتالي، في حاجه اسمها شورت ميديوم لونج واكس لونج، كلنا عارفين الكلام ده. الفرق بينهم مش شركات ساعات بيبقى 3.5 ساعات بيبقى 4 ملي. فانت لو عندك 3.5 ده تقريبا 3.5 او 4، فانت تقدر تقول اه انا عامل تمبليتنج بالميديوم بس احتمال احتاج اللونج، ودي ساعتها هتعوض لي الاوفست اللي ما حصلتش. طب ليه يا دكتور محمود ما انت عمال بتصدعنا وبتقول لازم الاثنين يجوا على قد بعض؟ هل كل ستيم، هل كل فيما ربنا خلقها هنقدر نلاقي زيها الا الكاستم ميد مفصل من شركه بنفس الانجل؟ الاجابه لا، صح؟ لان اكيد انا لو 135 محمود واسمه محمود برضو ابو سعيد، هيلاقي الفيمر عنده ممكن تبقى الانجل عنده مختلف، ممكن تبقى 145 مثلا، كويس، او العكس بما ان انا الاكبر. ولا يا سلامه انت بتتاوب يا سلامه. فلازم يا جماعه تعرفوا ان مش افري سنجل كومبوننت هيفيت انتو يور بيشنت، فعشان كده تقبل ان جوه العمليه احتمال تحتاج موديفيكيشن، وهو ده اللي خلى الشركه يبقى فيه شورت وميديوم ولونج واكس لونج واكس اكس لونج. طيب النيك لينث
لا مش الديزاين بتاع البروثيسز، هو بيبقى جايين لك جايب لك ورقه التمبلت بيبقى فيها كذا انجل موديولاريتي بتاعته بس. لا بس كلمه موديولاريتي حاجه تانية، دي دي ديفرنت ستيم اوفسيتس. موديولاريتي اللي هي حتتين بيركبوا على بعض كويس. طيب النيك لينث في طبعا موديولاريتي حته بس دي بلاش نصعبها، اللي هي في شركه اسمها رايت دي حاجه تانية بالظبط. ما كل ديفايس يبقى ليه حاجات، في ناس بيسموها كده وفي ناس بيسموها كده كويس. طب خد بالك النيك لينث او الهيد اللي انت بتحطها لو جيت تطول عيان واحتكت عملت الشورت لقيتها لاكس، حطيت اللونج او الميديوم انت كده طولت ايه؟ طولت الاوفست العرضيه وطولت اللينث صح، طولت حاجتين. عشان كده كل ما بتحط نيك اعلى فانت كده طولت رجل العيان كمان وكبرت الاوفست. انما فانت النيك لينث اللي بتختاره خد بالك انت كده بتطول العيان الليج لينث ديسكريبنسي وبتزود الاوفست. انما في السمنتد هو ليه السمنتد فور جيفنج واسهل انك تعمله بطريقه اصح، لانك تقدر تلعب. مش احنا بعد ما بنعمل بروتشنج وبنقول مثلا استخدم 3 ستيم تقدر تغطسه شويه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاسمنت او تطلعه بره، لانك انت بتلعب ساعتها ايه في الفيرتيكال بوزيشن، انما انت ما لعبتش في ايه في الاوفست. تاني السمنتد ستيم ممكن تغطسه شويه ممكن تعليه شويه، ده هيفرق في ايه؟ فاكرين ما قلنا الفيرتيكال هايت هنأجله، هيفرق في الفيرتيكال هايت بس مش هيفرق في الاوفست. طبعا بتصرف بتفرق حاجه بسيطه قوي بس الاساسي ان هو بيفرق في اللينث اونلي. طب في السمنتلس يا دكتور محمود اقدر اعمل الكلام ده؟ للاسف ما تقدرش. السمنتلس يا جماعه زي ما اتشرح لازم اما تحطه يتحط الدكر اللي هو بريس فيت، ما ينفعش العين ينزل عليه هيسبسايد حاجه بسيطه جدا مايكرو موشن اه، انما لازم يو هاف تو بوت ات وير. لما كانت سأل سؤال امتى ابطل اعمل بروتشنج وين ات فيلز تو ادفانس، وتسمع المثل بس قبل الكسر بثانيه، فاهمني يا سلامه؟ عارف يعني اللي هو كسر هتكسر طبعا لازم تستنى قبلها. فهيرينج اوف تشينج اوف ذا ميتال ساوند وين ات داز فيل او ستوب تو ادفانس دي حاجات مهمه جدا طبعا، الى جانب انك التست هتعمله اللي احمد قال عليه. اوكي طيب تاني ادينا انتهينا ان احنا عمل بلاننج حطينا النقطتين دول على بعض. بقيه الاكسرسايز ده مش هنعمل الخطوه دي في الاكسرسايز بس ليكوا عشان اللي هيبقى تبقوا كأنكم حضرتوا اللي هي الوركشوب بتاعت اكستر، بترسم ممكن ده وتشوف عشان رسمت اهو على الاشعه وتشوف مش احنا جوه العمليه بيبقى عندنا فيكس بوينت هي الجريتر تروكانتر وتشوف انت هتوقف بالظبط فين. بيعملوها ازاي؟ بترسم دي على الاشعه وبعدين هتقيس لاين عند الجريتر تروكانتر وتشوف دي قد ايه وتقيس وتقول انا لما ادخل ستيم هبقف تحت الجريتر تروكانتر بذس اماونت اوف دي اكسترا في الاكستر ستيم وتقيس المسافه دي وتعملها. عشان كده الجماعه دول يا جماعه لعيبه بيجيبوا كل حاجه ما شاء الله كويس جدا. فاكتورز افكتنج الاوفست يا سلامه بعد اللي احنا قلناه ده ايه الفاكتورز اللي هتخلي الاوفست تبقى صح او غلط؟ تخيل كل حاجه. انت لو عملت ميدياليزيشن للكب او لاترالايزيشن انت كده يا قصرت الاوفست يا زودتها فانت غيرتها. لو اخترت الكاب سايز كبير قوي فانت برضو بعت، لو اخترته صغير قوي قصرت على الاوفست. السنتر اوف روتيشن اوف ذا استابل الست خطوات السنتر اوف روتيشن اوف ذا فيمورال هيد، الفيمورال هيد سايز لان زي ما قلنا الفيمورال هيد سايز اللي هي قصدهم بيها النيك لينث، عليت لونج او حطيت شورت انت هتزود الاثنين اللينث بتاع الليج وكمان الاوفست الهوريزونتال والفيرتيكال. الستيم سايز هيفرق، النيك لينث الستيم فيرجن كل ده هيأثر على الاوفست. والاوفست لو اتغيرت زي ما شفنا في اول سلايد خالص اللي حبيت اربط بيها بمحاضره الدكتور احمد عزام البايوميكانكس، لو غيرنا الاوفست ات مايت بي فيلينج اوبريشن يا ديسلوكيت يا تفيل يا العيان يجي لك بكرونيك بين ويقعد يلف للناس تانيين. وانا شخص كلنا عيانين هيلفوا ربنا يستر الرب، بس اتليست نقلل كميه العيانين اللي بيلفوا. اوكي عارفين هندش من العياده اللي عندي على الفيسبوك اراها ما علينا يعني. فالسته ستيبس اللي احنا هنبدا نعمل بيهم الاكسرسايز، نمبر 1 بريدكت بون ديفيشنسي او اكسس، ريستوريشن اوف ليج لينث، استابليش ذا سنتر اوف روتيشن اوف ذا استابيولر كومبوننت، استابليش السنتر اوف روتيشن اوف ذا فيمورال هيد، ديتيرمين الاوفست، ديتيرمين الستيم سايز. هنبدا دلوقتي الوركشوب، عايزكم كلكم حالا كله في مكانه. هتلاقوا عندكم 3 اقلام كويس هتستخدموا غالبا قلمين منهم الاحمر والازرق، وهتجيبوا كيس 2 كيس نمبر 2 هتلاقوا كل واحد طلعوا كيس نمبر 2 وهاتوا الاي بي فيو بتاعها بس. كل واحد يفتح ويجيب كيس نمبر 2 يحطها قدامه ويحط القلمين وهيلاقي فيه مسطره.
كويس؟ شيل بقى الباقي على جنب وطلع الاثنين دول. كله جاب كيس 2 اي بي فيو. معلش يا جماعه عشان التايم احنا لسه عندنا 25 دقيقه. كله طلع كيس 2. هتلاقي ورقتين بلاستيك هما دول بيسموهم الليد اسيتيت تمبلت. هو طبعا بره في بقى فيه ديجيتال كله على الكمبيوتر. بس ادوني يا جماعه اللي هيعرف يعمل دي هيعرف يعمل بتاعه الكمبيوتر بصباع رجله طبعا الصغير. انت بتعرف كل حاجه يا سلامه من غير حاجه. انا ما تاخدش الكلام ده عليك كويس. انت قعدت معاهم يا سلامه. هتلاقي اثنين، واحد للكبس واحد للفيمر. خلي الكبس معاك في الاول اوكي، خليه الاول تمام. بس كلنا نفتح على كيس 2. اول ستيب يا جماعه كلنا جبناها، وتخلي معاك القلم الاحمر والازرق والمسطره. اول خطوه هي سلامه. تاني سنتر اوف ذا استابيلم اولها بريدكت بون ديفيشنسي. ما انا بقول لك انت سابق بعصور يا هلش. اول حاجه يا جماعه حد فيكم لاقي فيه بون ديفيشنسي كبير؟ وانهي ناحيه اللي محتاجه تتغير اصلا؟ الليفت، الليفت ارثري الرايت، انا اسف الرايت ارثريتك. حد عنده اعتراض؟ صح. وفي ناروينج اوف ذا جوينت سبيس. كلنا شايفين نبص قدامنا انهي ناحيه، يعني قصدي نبص في الشكل اللي عندنا في كويس. فدي الرايت سايد هي اللي ارثريتك. يكود ارجو ان الجوينت ده نارو، فاحنا متاكدين ان الديفرنس الليمبلنس مش هيبقى كبير قوي، او الديفرنس البون اكسس انا اسف او ديفيشنسي مش كبيره قوي. هنشوف اوكي. حد عنده اعتراض؟ فاحنا اول خطوه بريدكت بون ديفيشنسي او اكسس ازاي وريستوريشن اوف ذا ليج لينث. ايه البوينتس اللي هنرسمها؟ اول بوينت بتترسم قلنا عليها التير دروب. ممكن نحط نقط عند الانفير مارجن بتاع التير دروب كلنا بالازرق او بالاحمر او وات ايفر، يعني احمر احسن عشان يبان، وبعدين او وات ايفر يعني، بس المهم تبقى ثابت او جنش او اي حاجه. كلنا رسمنا النقطه. احنا قلنا في اول خطوه يا سلامه ان مفيش بون ديفيشنسي كبيره قوي او حاجه بسيطه. تاني خطوه بنجيب الليج لينث ازاي؟ بنحط النقطه عند التير دروب، وبعدين بنرسم اللاين الانتر تير دروب لاين. صح، كلنا رسمناه. وخدوا بالكم يا جماعه وانت بترسم ممكن ايدك تميل، فانت عشان تتاكد هات المسطره من تحت تبقى بارلل وتطلع كده. فاهمين؟ لان ممكن واحد عنده باركنسونيزم ولا حاجه ايده بتلعب بترعش بتاع جرعه الترامادول زياده شويه سلامه يعني، فاهم؟ نظبط الدنيا. ايه ده انت بتسجل؟ انت بقيت تشوف عزام يعني. ايوه ما تقفش في النص، اللي في النص ده مش هيتعمل له انستراكشن. كلنا رسمنا اللاين. تاني حتتين فاكرين لما قلنا الفيكسد بوينت اللي من تحت عند الابر بوردر بتاعه الليستر تروكانتر، ممكن كلنا نرسمها. وخد بالك يا جماعه لو هتنقي الابر بوردر يبقى الناحيه الثانيه برضو الابر بوردر، لو هتنقي اللور بوردر هتنقي اللور بوردر. بالمناسبه يا جماعه احنا طبعا اتاكدنا من اول حاجه احنا مدينكم اشعه ويل سنترلايزد اتسترا اتسترا. تمام يا بيه؟ تمام. تاخد وقت اطول بس احنا السنه دي حطها وقت اقل عشان كده في حته. فاهم حاجه؟ خلاص يا جماعه كويس. ايه الخطوه اللي بعد كده يا سلامه؟ بقى عندنا خط بتوين الانتر تير دروب لاين. طيب وحاجه هنا وحاجه هنا عشان اسيبكم تعملوا كل ستيب. هنعمل ايه ثواني انستراكتورز عشان يعملوا الخطوه كلها؟ لا سيب سي الاستار روف دي كانت اول خطوه يا سلام، سيبك منها دلوقتي. هننزل بيربنديكولار الناحيه دي وبيربنديكولار الناحيه دي اوكي. يعني هننزل خط من هنا وخط من هنا. لما هنقارن الاثنين دول ببعض هتدي لنا ايه؟
الليج لينث ديسكريبنسي وكل واحد يحسبها ويقول لي. يبقى تاني انستراكتورز ميد شور ان هم وصلوا للنقطه دي. يا جماعه ثانيه واحده هعيد تاني عشان اللي مش متابع. اول حاجه عشان تريستور خط ان بتوين انتر تير دروب لاين، بعد كده عند الابر بوردر بتاع الليستر تروكانتر، بعد كده هنوصل فيرتيكال من ناحيتين ونقيس الفيرتيكال لاين الناحيه دي والفيرتيكال او الديفرنس بين ده وبين ده، وهو ده هيدينا الانسر بتاعت الليج لينث ديسكريبنسي. وكل واحد يقول لنا طلعها كام، كام يبقى الديفرنس. احنا عايزين ديفرنس 1 سم هنا، لا 1 سم 4 مللي 6 مللي. ليه الاختلافات دي يا جماعه؟ على حسب الثيكنس بتاع اللاين وعلى حسب ايدك عوجت او لا. كويس تمام. 5 ملم 6 مللي. شايفين يا جماعه الافريج، الافريج كلنا جايبينه كام؟ 5 6 7 يعني. اوكي طبعا ده هت اوجمنت كلينيكلي كمان، هتشوف العيان عنده ديفرنس قد ايه، دي مهمه جدا. عزام ابقى خليك في ايوه يعني على جنب شويه، قصدي قدام الكاميرا بس يعني. خلاص يا جماعه كلنا عملنا الليج لينث كده، عرفنا ان ازاي هنجيبها. ها عزك انا كنت تايه عنك فين، انت هنا؟ ها شيل عم سلامه شويه ورائد اهو. اوكي خلاص يا جماعه معلش هننقل على الخطوه اللي بعدها. اوكي ركزوا معايا انستراكتورز بعد اذنكم. هنرسم بعد كده يا جماعه، عايزين نجيب السنتر اوف روتيشن اوف دي استابيلم. هنجيبه ازاي؟ شايفين دي اول حاجه نرسم الثلاثه بوينتس، الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. الانفيريور مارجن احنا اوريدي عملناها بتاعت الانتر تير دروب لاين او تير دروب لاين. تاني حاجه خدوا بالكم يا جماعه احنا هنشتغل من دلوقتي على انهي ناحيه، الرايت ولا الليفت؟ الليفت السليمه. كويس وترسم لاين على بالاحمر على الكولر لاين، وترسم النقطه اللي هي اخر نقطه في الاسيتابيلر روف. اوكي خلاص رسمنا الكلام ده. ده يا جماعه اللي هيمثل لي انا هحط الكب بتاع الاسيتابيلم ازاي. كله رسم النقط دي ولا لسه؟ طيب سلام ده المفروض احمد موزع معانا انستراكتور. سلام حضرتك احمد موزع معانا انستراكتور. اما قعد وقال لي انا ما عملتهاش جاي يقول لي زي العسل. طيب يعني حتى يقول لي قبلها هو جاي دلوقتي. اوكي يا شباب لا اسال محمود، لا لا اسال محمود اسئله العامه في الاخر. لا اسال محمود، محمود ده خلاص يا جماعة. مين لسه ما رسمش اللاينز دي؟ طيب انا هنقل على الستيب اللي بعدها. طيب يا جماعة كلنا معانا التمبلت ده. لا اله الا الله. طيب خلاص ربنا يشفيه يا رب. معلش يا جماعة الكاب ده فاكرين ما قلنا؟ عايزكم تمسكوا الكاب ده وتحاولوا تحطوه على البوينتس اللي حطيناها، وكل واحد فيكم يقول لي انهي سايز كاب لقاه مناسب. ثواني يعني اديلهم فرصه يا جماعه، الصواريخ بتوعنا هيستنوا شويه. انت براحتك يا سلامه، انت زي ما انت عايز. لا يا عم استنى يا عم. هتبدا من ايه؟ ممكن تستخدم الاكس اس او السمول وبعدين ميديم بعدين لارج بعدين تشوف هتوصل ليه.
شفتوا يا جماعة لو انت راسم اللاينز دي غلط هيبقى المقاس غلط صح؟ هو ده مش السايز الصح، انا حطه بس عشان تشوفوا هتعملوا ايه. في حاجة؟ لا يعني اعمل بس وهنقول. لا اكيد هتيجي مع واحدة، اعملها كويس وهتيجي. اختار اقرب ما تكون. اعمل البوينت صح وان شاء الله شوف انهي اقرب واحدة. انت قصدك اه مش جاية بيرفكت مع صح؟ ما احنا زي ما قلنا خلقة ربنا مش تقدر توجد لها، بس شوف اقرب ما يكون. ممكن يا جماعه مين طلع لارج؟ مين طلع ايه؟ طلعت ايه؟ اكس لارج؟ اكس لارج؟ 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 اكس لارج. هو يا جماعه انك تطلع هو لارج او اكس لارج اوكي، بس اهم حاجه انك تشيل المينيمم اماونت اوف بون، ما تشيلش كتير، لانك ممكن تقول اكس لارج فانت دايما تبقى بون بريزرفنج احسن ما تشيل، فعشان كده اللارج اقرب من الاكس لارج اوكي. بس تاني على حسب البوينتس اللي انت عملتها، بس في الاخر كل اللي احنا عايزينه انك تحط الكاب اللي انت اخترته، تحط البوينت يبقى كفرد بالظبط وهنا ان لاين بالظبط، وتحط النقطه اللي انت عايزها، وبكده انت يو استابليش ده سنتر. انت مين معاك؟ طيب انت لسه ما عملتوش دي. طيب هو مين معانا الأربعة؟ الانكلينيشن اللي قلناه في الأول 45 درجة أو 40 درجة، فاكرين يا جماعة ما قلنا الثيتا أنجل اللي هي تبقى كده، عشان دي هتفرق، اللي قلنا تبقى 45 درجة اللي هي نص التسعين يعني. الأنجل بين الانتر تير دروب لاين وده الانجل اللي هتحط معاها تبقى about 45. مفروض ان احنا كنا هنجيب لكم جونيومتر بس للاسف ما لقيناهوش والله اللي بيبقى عليه الانجل، بس يعني حاول تعملها تقريبيا تبقى 45 درجة اللي هي نص التسعين. في حد لسه ما خلصش؟ في حد لسه ما خلصش؟ عزام شوف ده مالها؟ اهي مرسومه اهي، هي دي هي دي، ما هي تير دروب اهي، لازم ترسمها وتبقى باينه. هي طبعا عشان دي مطبوعه، هي اللي هي دي كده اللي انت تقريبا رسم. لا دي مش دي تير دروب خالص، التير دروب هنا اهي، ده اللاين ده يا باشا. انت نزلت تحت، انت مين معاك في الحته دي؟ مين اللي عمل لك كده؟ تهزر في الكلام ده يا جماعه؟ مفيش مشكله حالا. التير دروب يا جماعه عشان وانا سبته عندكم البوينتر، البوينتر يا جماعه اللي بيسال على تير دروب اهي، انا جاي حلو. ممكن تقول لدكتور احمد حازم جيلي، معلش انا اسف، هو خلاص هيقول. يا جماعه تير دروب اهي للي معرفهاش، هي دي
مش هنا التير دروب اللي هو اللاين ده الكولر لاين، والحته دي اللي هي اليو شيب ده الانفيريور بارت بتاعها. بعد كده يا جماعه اللي يجيب السايز سواء جابوا لارج او حاجه تانية يحط النقطه في النص. ازاي هيحطها؟ في دبوس عندكم ويحطها على الاشعه يخرم ويبقى كده احنا جبنا السنتر اوف روتيشن اوف دي اسيتابيلوم. انا ناقص هو احنا ناقص لنا 10 دقايق بس احنا نحتاج اكتر. لما قعد معاهم وقال لي انا اول مره اعملها قالهم قال لي قدامهم قلت لهم تخيل قال لي انا ما عملتهاش قبل كده لازم نديهم ربع ساعه لازم ما اعرفش هي سلام بقول لك دي صفه من الساعه ما فيش سلام بيقول لي فاهم ابري. يلا يا جماعه احنا جينا جبنا السنتر اوف دي اسيتابيلم دلوقتي هننقل بعد كده على السنتر اوف روتيشن اوف ذا فيمورال هيد. ماشي ما عشان دي طويله شويه احنا ممكن نعملها حتى النهارده على النورمال وبعدين نشوف. هتلاقي يا جماعه معاكم الستيمز الورقه الثانيه. فاحنا قلنا ان احنا في الخطوه دي بنعمل كذا خطوه غير ان احنا نعرف الستيم سايز، انما الاول نعرف الاوفست. طب يا جماعه معلش اللي ما عندوش كلر بلايندنس زيي يا جماعه لو سمحتوا انستراكتور معايا هتبصوا على الخطوه دي هتلاقي عندكم هما تو ستيمز مطبوعين على بعض واحد او تو اوفسيتس، واحده بالبينك او الروز او ايا كان اللي هو البنفسجي ده ولا معرفش بيقولوا عليه اسمه ايه، والتاني الاصفر. الواحده الاصفر دي اسمها ستاندرد اوفست، واللي بالاحمر دي الهاي اوفست. والهاي اوفست يعني فيروس، يعني كل الانجل مقلت انا اسف كل انجل ما زادت بقت فالجس، كل انجل ما قلت بقت فيروس، وعشان كده دي بنسميها هاي اوفست. هتلاقيها على الورقه دي. فهتلاقي عندك في الاخر عشان دي ما تتلخبطوش في خط اصفر طويل وفي خط اصفر اقصر منه شويه. هتلاقي ده بتاع ستيم اوفست وده بتاع ستيم اوفست كلنا شفناها. فاحنا كده عشان نخلي اكسرسايز سهل، هو ده الحقيقه بتاع بره مش بتاعنا مش احنا اللي مؤلفينه يعني، هنختار انهي اوفست من دول اليمين ولا الشمال؟ الشمال هي الستاندرد ولا الهاي اوفست؟ ده اكسرسايز. طب نعرف ازاي؟ هنعمل ايه الخطوه الجايه؟ هنبدا نحط، فاكرين اما قلنا احنا علمنا خلاص السنتر اوف روتيشن بتاع الاستابيلم، ونبدا نختار السايزز ونحط انهي اوفست ونشوف اقرب واحد. ده سيمنتلس يا جماعه الاكسرسايز ده سيمنتلس اوكي، فنشوف انهي سايز هيمسك وانهي اوفست هتبقى اقرب ما تكون للسنتر بتاع اوف روتيشن. دي اصعب خطوه وما نعيطش لو ما كلنا ما جبناهاش نفس السايز. احنا بنتكلم على الليفت النورمال. ماله؟ لا ما هو انتوا اعملوه، انتوا ما عملتوش الخطوه دي. نقطه حط النقطه، ما انت بعد ما حطيت الكاب يا جماعه نرجع تاني اللي منكم ما عملش السنتر اوف ذا استابيلم بعد ما اخترت الكب هتلاقي فيه نقطه وريها له لو سمحت. بتحط النقطه هنا يا جماعه، بتخرمها بدبوس وتحط النقطه في نص الكب هنا اوكي، ودي النقطه اللي انت عايز تحط معاها الفيمورال ستيم. يا جماعه ممكن تلاقي الستيم ميديم، ممكن تلاقي الستيم لارج، ممكن تلاقي وات ايفر. السيمنتلس يا جماعه عشان تبقى عارفين ده اكسرسايز بتاع سيمنتلس هتلاقوه ماشي مع العظم. هتجيب الستيم سايز
وتشوف انهي اوفست مع دي ماشيه ان لاين مع النقطه دي وعن انهي خط. تمام. لا انا مش هقول لك صح ولا غلط، اعملها وعزام هيجي لك دلوقتي. يا جماعه انستراكتور، انستراكتور لو سمحتوا، لو سمحتوا تاني يا جماعه هشرح النقطه دي. هنا هتجيب السايز زي ما عرفنا وتشوف اللاين انهي لاين سواء ده او ده اللي ماشي مع نقطه الاستابيلم، وتشوفوا شايفين تدريج في 4 اللي هي البلس 1.5 بلس 5 بلس، فتشوف انهي نقطه هتبقى اقرب ما تكون اوكي للنقطه الثانيه زي ما عملنا. هتلاقي التدريج هتركز فيها، هتلاقي تدريج عندك كده نص المدلة سنترال طبعا، ويكون ويل فيتنج ما يكونش واكل حافف من الكورتكس خالص، وفي نفس الوقت يبقى ماشي ان لاين او الانجل اقرب ما تكون للاستابلر سنتر اوف روتيشن. لا ما بسيبش هنا، ما ينفعش. كلنا جبنا الاستم يا جماعة، مين ما جابش الاستم؟ اقل ما تكون، مفيش حاجة اسمها اقرب اوفست، ما احنا قلنا مش شرط انها تكون عليها بالظبط، بس اقرب واحدة هتبقى دي الصح. ستيم ايه؟ اكس ال ولونج. ماشي. اللونج اللي هي كام؟ لا ما هو ما فيش لونج هنا، ستاندرد اوفست اسمها، وكام بقى؟ بلس 12. يا جماعه هو انتوا من الجروب الثاني؟ لا لا بعد اذنكم لو سمحت، لو سمحت ما حدش يدخل. يا جماعه ممكن حد يقفل الباب؟ احنا لسه يا جماعه ما خلصناش بعد اذنكم. يا عبد المنعم معلش. مش عارف محمد معلش شوف. لا 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 تعالى شوف الكندل. عزام عزام خلصت معاهم ولا محتاجهم؟ طيب. محمد طيب. فادي متى يا فادي انت لسه مع الجروب ده؟ طيب كويس. لا انت عايز نعملها معاك؟ لا لا لازم الانستراكتور يجي لك. لا يا جماعه ركزوا معايا تاني، جبنا سنتر اوف روتيشن، هتجرب الاستم كله، هتحط انهي واحد فيتنج وتطلع بيه، هتشوف انهي واحده اوفست من دول تمشي مع الهيد مع النقطه دي. واضحه؟ اختار واحد منهم. هتلاقي مكتوب عليه في ستاندرد وفي هاي اوفست. اللي فوق اللاترال قصدك؟ ده الستاندرد. اللي تحت ده الهاي. شوف انت عايز انهي واحد فيهم، هو ده اللي بتطلبه من الشركه. اوكي يا جماعه في حد ما عملش الخطوه دي؟ طب انت سؤالك ايه؟ لا سيبك من صح. لا 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 ما حدش يا جماعه جبنا، ما يا جماعه ما حدش جبنا يشوف صح ولا لا، شوف النتيجه. عايز تطلع؟ تطلع لغايه السنتر ده ما يجي مع السنتر ده. يا جماعه في نقطه معلش انا اسف،
احنا وي فورجوت تو ساي، بس دي شايفين يا جماعه اللاين ده، عشان حد سال السؤال ده، اللاين ده يا جماعه الفيمورال نيك كات اوستيوتومي عاده بتخليها حوالي سنتي فوق الليسر عاده، بس يعني بكل حاله وليها خصائص، بس احنا للتسهيل انت عايز اللاين ده يبقى كده وتطلع وتنزل معاه بالاوفست بتاعتك معاه، يعني هو على اساس يعني الاوفست بتحسسها على حسب الانجل، انما العلو العلو والوتو ده الفيرتيكال هايت بتسيبها عاده حوالي سنتي فوق الليسر تروكانت بالظبط بالظبط بالظبط، بس لازم الخط دي ما تبقاش على الليسر، ما حدش بيقطع على الليسر على طول 6 ملي سنتي، ما هو ممكن ما يكونش ايدنت، انت عايز اقرب ما يكون، لو بقى ايدنتيكال تبقى كويس. يا جماعة احنا مش عايزين حد يسأل عن نتيجة، انما كلكم عملتوا الخطوة، مش مهم النتيجة، المهم كلكم عرفتوا. انا ديها بالظبط وكله هيقف. اوكي؟ اكتر الناس عندك طلعوا ايه عذاب؟ عذاب اكتر الناس عندك طلعوا ايه؟ اكس لارج ستاندرد. اوكي عبد المنعم عندك اكتر الناس طلعوا ايه؟ لارج وايه؟ ستاندرد. وكام؟ كام على التدريج؟ 12. طيب هو الحقيقه هي اقرب فعلا للارج على الاكس لارج، بس اجين مش ده مش ده تاني يا جماعه، ده دي مش اكتوال ميجرمنت، ده عشان الاكسرسايز. لو سمحتوا هاندز اوف، محمد محمد كله هاندز اوف، فادي خلاص بعد اذنكم. تاني يا جماعه لازم نعتبر حاجه، ده اكسرسايز، هي الاشعه ما تبقاش قد كده، احنا بس بنديكوا، واحنا مدين لكم ثلاث حالات كمان تاكسرسايز في البيت، ده اللي انت لازم تعمله النهارده. عايزين الاتي، بعد ما جبنا هنتفق ان اغلبكم جابوا الكاب لارج والستيم لارج كمان صح وستاندرد اوفست، وهنقول بلس 8 ونص او 12 كويس. هتقوم جاي عامل ايه؟ انت عرفت الناحيه النورمال، هتحط، انا اسف يا جماعه عشان لازم نخلص، هتحط الكاب اللي انت استخدمته الناحيه الثانيه على الناحيه الثانيه، وتحط الستيم وتشوف اللي انت استخدمته هتحطه الناحيه الثانيه بالظبط، وده اكسرسايز ليك. ساعتها مفروض ان انت لو كنت جايب الليمب لينث، الليمب لينث معلش يركزوا في الكلمه دي، كان ديفرنت 6 ملي وفي واحد قال 5 ملي، مفروض ان لما تيجي تحط هتلاقي النقطه اللي انت اخترتها هتبقى فوق السنتر، هتبقى هنا مثلا والسنتر كان هنا، الفرق اللي بينهم تخيل قد ايه؟ الله ينور عليكم. فعشان كده اللي بدا صح، اللي قايس من الاول صح. طيب تاني عشان في ناس ما ركزتش، انت ما ركزتش صح؟ طيب انت قلت انك في حوالي 5 ملي ديفرنس بالاول، واخترت كب كذا لارج وستيم لارج وستاندرد اوفست وحوالي بلس 8 مثلا، تيجي تحطها على نفس الناحيه الثانيه اللي انت هتمبليت عليها بقى اللي انت هتعملها، لما تيجي تنفذ نفس الخطه هتلاقي نفسك المكونات اللي انت استخدمتها وحطيت نفس النيك كات اوستيوتومي اللي كان بيسال في نفس المكان، هتلاقيك اعلى من النقطه بتاعتك بالخمسة ملي، معناها ان جوه العمليه لما تركب البلس 8 يبقى انت هتطول العيان ده كام؟ 5 ملي، طالما انك سوبيريور ليها لما هترجع الهيد، اكن الهيد سوبيريور دلوقتي على التمبلت، لما ترجع الهيد جوه الاستابيلم ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت طولت الخمسة او الستة ملي. تاني في الاول قلنا الليج لينث ديسكريبنسي 5 او 6 ملي، وانت طلعت الحاجات على النورمال لقيتها محتاج 8 ملي مثلا، وستاندرد اوفست والستيم كذا وكذا، تيجي تنقلها على الناحيه الثانيه لما تيجي التمبلت عشان تحطها بالظبط، وانت كيبنج ان مايند النيك كات اوستيوتومي نفس الليفل فوق الليسر تروكانتر بكل حاجه، هتلاقي نفسك النقطه اللي انت حددتها هناك على الخط ده على التدريج ده ولنفرض انها هنا، هتلاقيها اعلى من الجيومتريك سنتر بتاع الاسيتابيلم ب 5 ملي، فانت لما تيجي جوه العمليه تنفذ ده يبقى انت كده جبتها فوقها، لما هتيجي تريديوس ايه اللي هيحصل؟ هتطول العيان 5 ملي.
وهو ده. معلش يا جماعه عشان الوقت، انتوا معاكم 3 كيسز تانيين، اللي يحب فيكم يعمل لهم تمبليتنج ويسالنا عليهم بكره مفيش مشكله خالص. دلوقتي يا جماعه عايز اطمنكم، بس في اوروبا والدول المتقدمه كله بقى بيعملوا على الكمبيوتر، ودكتور احمد في المانيا كل الحاجات دلوقتي كده الكمبيوتر اسهل، بس لازم تبقى عارف الفكره. هو بيحط لك الستيم وبيسجست الكب، وبتبدا انت بقى ايه تطلع بالماوس بايدك، تطلع لفوق شويه تنزل شويه. يا شباب كله يركز معايا لو سمحت، احمد ثواني معلش، كله يركز معايا. فبالكمبيوتر بتقدر تختار اللي انت عايزه. التيك هوم مسج، معلش عشان الوقت احنا خدنا اكتر كمان، عرفنا ازاي هنطبق اي خطوه هتاثر على الاوفست بتاعنا، هاو تو دو واي وي دو بري اوبراتيف تمبليتنج السكس ستيبس. اول واحده هي سلامه بريدكت بون اكسس، ودي تقدر تعرفها لو كان في على الاسيتابولار سايد، بترسم خط اول خط عند الانتر تير دروب لاين وخط عند الروف بتاع الاستابيلم. ما رسمناهوش في الحاله دي ليه؟ لان ما كانش فيها ديفكت. طب الليج لينث تاني خطوه بترسم لاين عند الليسر تروكانتر ولاين عند الانتر تير دروب لاين، الديفرنس هو الليج لينث. تاني واحده هتبقى بعد كده هندخل في مرحله السنتر اوف روتيشن بتاع الاستابيلم، عارفين الثلاثه بوينتس، البوينت اللي عند انتر تير دروب لاين او اللور بارت بتاع التير دروب والكولر لاين والاستابيلر روف، بتجيب السنتر بتاعك وتبقى الكاب ويل كفرد، ما يكونش لا خارج ولا غاطس. بعد كده الفيمورال سنتر اوف روتيشن والاوفست، كل ده بتجيبه مع بعض والستيم، ولازم تجيب النقطتين دول كوينسيدنت مع بعض او اقرب ما يكون. ليه اقرب ما يكون تاني؟ عشان مش كل الاوفست بتاعه الشركات، وعشان كده لو عندك عيان سيفير فيروس او فالجاس لازم تبقى عارف كم شركه موجوده في السوق ومين عنده اقرب فيروس او فالجاس انت عايز. وهو ده الخطوه اللي انت ممكن تقول لا انا مش هجيب اكس، لا هجيب زد، ده دول عندهم فيروس. الكمبيوتر بره حلاوته في حاجه، في انجلترا بيبقى عندك كله على اللابتوب او الكمبيوتر، فانت تقدر انا استم 35 يوم جايب لك ده، انا استم كذا، فانت ساعتها بتاوردر، والشركات كلها منزله التمبلتس على الكمبيوتر. مهم جدا يا جماعه بعد ما عملنا التمبليتنج احنا نسينا حاجه مهمه، دي اكس راي السوفت تيشو، مهم جدا. الاهم من كل ده وطبعا قبل اي حاجه ستر ربنا الاكسبيرينس بتاع حضرتك، فكل ما هتزود في الاكسبيرينس بتاعتك وتعمل تمبليتنج اكتر الريزلت هتبقى احسن، الى جانب بقى التنفيذ جوه العمليه. يعني يا فرحتي حد قاعد يعمل تمبليتنج وهو لسه مش جراح، مش واخد باله من كل خطوه بيعملها صح، فساعتها النتيجه هتبقى. انما لو عمل تمبليتنج صح وعمل التكنيك صح ونفذ كل كلمه ان شاء الله الموضوع يمشي كويس. ثانك يو فيري ماتش.